برنامج الانتخابي بيلمس كل حاجه من زي الاخرين برضو، يعني بكل احترام عشان ما نقولش احنا يعني عملنا حاجه اكتر، بس احنا عملناها بفكر اخر وفكر جديد وحاجات زي ما بيقولوا خارج الصندوق. فكرنا ازاي عندنا، يعني عندنا برنامج انتخابي بيتكلم على كل حاجه، ذوي الاحتياجات الخاصه والرياضه ومنطقه الالعاب للولاد الصغيرين والرياضه. عندنا الرياضه فيها مشاكل كثيره جدا جدا، كان مقام نادي الجزيره كبير جدا في سنين طويله، ونتيجه ضيق الامكانيات او عدم الاهتمام بحاجات معينه، ويمكن شويه الناحيه الخدميه سيطرت على الناحيه الرياضيه، المفروض الاثنين يعني نرتفع بيهم. فالبرنامج الانتخابي فيه من كل حاجه، في 6 اكتوبر طبعا، وانا من الناس اللي يعني ربنا قدرني ان انا كنت من المؤمنين ب 6 اكتوبر، وكنت في المجلس السابق ماسك الملف، وكان يعني مهجور وبيسموه الفنكوش. الحمد لله بقى نادي دلوقتي حلو، صحيح 30% منه اتعمل، لكن خطتنا وخطتي يعني ده البيبي بتاعي بصراحه، ان انا اخلصه في 4 سنين مع المجموعه بتاعتنا، وانه في خلال سنه اعمل كل الملاعب المفتوحه، لانه لغايه دلوقتي التنس والهاندبول والفولي وكل الحاجات دي يعني ما اتعملتش الملاعب بتاعتها، فده هحاول ان انا اعمله في السنه الاولى. شغالين يعني بما ان حضرتك قلت البرنامج الانتخابي احنا مقسمينه الى مراحل، وداخليا يعني احنا قدمنا كله على بعضه، لكن مقسمينه المراحل اهمها الميت يوم الاولانيين عشان نشتغل من اول يوم ونضغط نفسنا وما نريحش يوم بعد ما لو ربنا اكرمنا يعني. لكن فالميت يوم هنعمل حاجات معينه، اهمها طبعا عندنا مشكله مديونيه عاليه يعني جت والنادي مش واخد عليها خالص بحوالي 200-300 مليون، وبالتالي فلازم ان احنا يعني نتصدى ليها اول حاجه في الميت يوم الاولانيه. عندنا خطط وعندنا لجان يعني من ناس يعني مصرفيين عاليين جدا وناس في التمويل وغيره لجأنا لهم، واحنا برضو عندنا فكرنا يعني بخبراتنا السابقه، ففي خطه ازاي ان احنا نحاول نتغلب على المديونيات دي، وازاي ان احنا في اثناء ما احنا بنتغلب على المديونيات ازاي ان احنا نستمر في الخدمات ونزودها. الناس مش هتستنانا علشان نخلص مشكله وندور على مشكله تانية، لازم نخلص كله مع بعضه. فهنتصدى للموضوع ده، هنهتم بالرياضه في الفتره برضو الاولانيه، وهنهتم بحاجه مهمه جدا 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 وده من اول يوم، ومحتاجة طبعا برضو شوية شغل، يعني مش مجرد ان نقول عناوين، الشفافية. المجلس السابق كان ما بيعرضش اللي بيحصل يعني في المجالس وغيره على الناس، فالناس كان عندها تساؤلات كتيرة جدا. على فكرة انا كنت في المجلس السابق يعني، فانا ضد هذا المبدأ، وشايف ان احنا لازم نعرض كل الـ يعني المحاضر بتاعت المجالس فورا في يعني في البوردات والكترونيا وغيره، لازم الناس نتضامن معاها ونشاركها ونعمل تواصل معاهم، ولازم نعمل اعداد مجتمعيه مهمه جدا بيننا وبين الناس برضو، علشان احنا بنيجي زي كل مره فعلا والناس عندها حق، كله بيظهر ساعه الانتخابات ويبقى لطيف جدا ويوعد بحاجات كتيره ويروح ويجي بغض النظر مين يوعد وما يوعدش، المهم ان الواحد يقعد مع الناس كلها ويعرف مشاكلهم ويعرف يحلها لهم، ويعرف من كتر القعده معاهم انه فعايزين نعمل اجتماعات تواصل مجتمعي مهم قوي في الرياضه وخصوصا في اللائحه. يعني اللائحه بتاعتنا كانت اتعملت بدل الاسترشاديه لكن اتعملت في عجاله، وبالتالي فكان فيها عوار كثير يعني وحاجات ناقصه وحاجات لازم تتعمل، واستجدت طبعا بديناميكيه العصر يعني حاجات جديده، فلازم نعمل برضو اعداد مجتمعيه، وما نقولش ان احنا هنعمل اعداد مجتمعيه وبعد